أهلين وسهلين فيكم. راح ندخل في الموضوع بسرعة. اليوم عندنا مقارنة بين الرسم بالأيباد والرسم بالجوال. أوكي، أول شيء رسم بالأيباد أكيد أنه أفضل. ليه؟ عشان المساحة كبيرة، ولو في أيباد أكبر من كذا ممكن يريحكم لحد ما، يعني إذا كان أكبر بشوي. طبعا إذا كان كبير كبير، في أجهزة كبيرة للرسم أكيد أنها ما راح تكون سهلة في الحركة، يعني راح تكون ثابتة مكانها أغلب الوقت، وممكن أنت ترسمين عليها. مفيدة أكثر للناس اللي يرسمون أنمي واللي يسوون أفلام عشان الدقة، لأن الفيديو والرسمات راح تنعرض على شاشات سينمائية ويحتاج أنها تكون فل 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 اتش دي. ما علينا، خلينا في اللي إحنا فيه اللي هو الرسم على الأيباد والجوال. أول شيء الرسم على زي ما قلت لكم الأيباد راح يكون أكيد أريح لك، بس تقدرين يعني تقدرين ترسمين وتطلع نتيجتك نفس رسم الأيباد، لأن بروكرييت مسهل لكم كثير خطوات. راح أشرح لكم الرسم بالجوال، بعدين راح أشرح لكم الأقلام. الحين دخلتي ممكن إنك تسوين صفحة، أو ممكن تحطين صفحة مخصصة تختارين مقاس على أساس إنك أنتي تسوين شيء يعني فول اتش دي إنشاء. راح تكون عندي مربع، أوكي. راح أختار القلم اللي راح أرسم فيه، راح أختار خط عادي. شوي راح أبعد هذا عشان يكون واضح لكم إن شاء الله الجوال. تم، عشان تشوفون. شوفوا الحين إذا تبي ترسمين خط أو حابة إنك تسوين دائرة أو نصف دائرة، راح تسوين زي كذا، ممكن تكون متعرجة معك شوي. في البروكريت في خاصة إذا أنت سويتي زي كذا وعلقتي زي ما شرحت لكم في الدورة، شوفوا تسوي تحرير، تحركين القوس. فخيار التعديل ان خطك يكون جدا مرتب فيه شيء حلو، وكمان انك تحركين الكانفس عشان مثلا تبي ترسمين شيء دقيق، شيء جدا يريحك. تنقصين شوي، شوفوا قد ايش صغيرة الرسمة. ممكن لو نسوي زوم زيادة نقص شوي، خليها مرة نحيفة ونسوي زوم زوم زوم. شوفوا قد ايش صغيرة وواضحة. هذه عشان انا مختارة كانفس مقاس شوي كبير، فانك ترسمين فيه زي ما قلت لك شيء سهل بسبة انك تحركين الكانفس، والسهولة لما تجي ترسمين دائرة، والسهولة انك تنقصين وتصغرين حجم الفرشة. فسهل جدا جدا، يعني انا اخر مره رسمت لكم اياك رسمت لكم كنت شوي بعيده عن الجوال، فحاول يلا كذا اطالع وارسم. بس اذا انت حابه وما عندك ايباد ترى تقدرين. والشيء اللي اكثر راح يعني يبسطكم ان الاقلام جدا رخيصه، يعني هذا ظهر كم خلصت، هذا شوي غالي، هذا ب40 يعتبر غالي بالنسبه للاقلام. هذا يمكن الحبه ب10 او اقل من 10. في موجود بجرير، بمكاتب تلقونها، بنون، بأمازون. أنتوا بس اكتبوا ستايلوس بن وراح يطلع لكم، بس أنتوا تأكدوا إنه مكتوب بن. أحيانا في ناس يأخذونه يطلع بن كيس اللي هو غلاف للأبل بنسل، فخليكم مركزين على إنه قلم مو بنسل كيس. وش كمان راح في الأيام القادمة؟ شوفوا الكلام قاعد يتداخل علي أنا كذا لما أتحمس شوية، مشكلة. الجوال اللي أرسم فيه جوال صغير اللي هو كمان قديم، آيفون 6 صغير جدا. شوفوا تقدرين تتحكمين فيه، يعني لو إنك جوالك من الجوالات الجديدة، آيفون 11 برو أو 6 بلس أو غيره، يعني كبير مساحة، يعني شوي أكبر من هذا المقاس، فراح يكون أكيد أريح لك. أرسم بالجوال أكيد أنصحكم ترسمون بالجوال لأنه حلو ويعطيك نتائج جدا رائعة. قلت لكم نفس هنا، يعني تخيل إن الفستان ممكن أرسمه هنا، أي ممكن أرسمه هنا، ممكن جدا أني أرسمه هنا.
زي ما قلت لكم مرة أكبر الشاشة، أو نفترض مو حابة مرة أكبرها، شوفوا برسم مثلا وجه بنت، عفوا خليني بس أحط على القلم، نفترض رسمت وجه بنت. أي شيء سريع سريع بس أوريكم. أوكي أقدر أسوي زي كذا، شوفوا شلون أصغر المقاس، صغرت المقاس جدا، خلاص تمام صغرت المقاس خليته صغير. يعني بعد ما تخلصين وتلونين تصغرين على أساس تبدين ترسمي أنت التفاصيل الثانية. زي ما قلت لكم يعني هذه الرسمة شوي راسها صغير، وال يعني الحيز الكبير كان كله للفستان، فنفس الشيء هنا أنت بعد ما ترسمين تحطين تفاصيل تقدرين أنت شوي تصغرينها خلاص، تحطين لها بليسنج، يعني تحطين لها مكان معين اللي انت حابته وتبدين ترسم الفستان. بس حابه انوه لكم على نقطه، اذا انت رسمتي رسمه وسويتي زي الحركه اللي قبل شوي وصغرتيها، ترى اذا جيتي تكبرينها راح تشوفين دقتها انعدمت. يعني لا تصغرين الا وانت متاكده، او انك تسوين دوبل كيت للصفحه على اساس هي تكرار، خاصة تشتغلين بذي وتصغرينها. إذا ما عجبتك النتيجة تقدرين تحذفينها وتسوين بالثانية، تكوني كمان مسويت لها دوبل كيت عساس إذا لو ما جبت العيد فيها. فالرسم بالأجهزة جدا مرن مريح، زي ما قلت لكم ما تغلطون. وبس هذا كان كل شيء بالنسبة للانطباع بالرسم على الرسم بالجوال. الحين أنا راح أذكر لكم الأقلام اللي أنا أستخدمها. أول شيء القلم اللي أستخدمه اسمه مكسور من هنا عفواً، بس أنا موجود بجرير، وأنا حبيت هذا أكثر من اللي أخذته من نون، اللي من نون ثقيل على اليد، ثقيل شوية في وزن، شوفوا شوف لما يطيح ثقيل، شوف هذا خفيف، أفضل دائماً اللي يكون بيدي شيء خفيف، غير أن المسكة اللي هنا مريحة، نفس اللي البلاستيك هنا جدا مريح، يعني ما حسيت نفسي يدي زلقت او عريض على مسكة الاصبع، لا حلو مرة. هذا شوي عريض ويزلق، هذا ما حبيته بس انه مو بسيء، يعني ممكن لو انا ما عندي ذا برسم ذا وانا مرتاحة ولا بفكر بالامور هذه. وبس هذا كان كل شيء لليوم، ان شاء الله انه يكون شيء الدرس مفيد لكم، واي سؤال اسالوني في الانستغرام، واذا انتم حابين اي شيء اشرح لكم عنه ممكن ترسلوا لي على تكتبوا لي بالديسكريبشن بوكس او تقولوا لي ايش حابين. اي صح، راح اوريكم كمان الفرش اللي انا استخدمها اللي هي فرشي الخاصه. اوكي طبعا وجود الفرش جدا يسهل، بس عفوا راح شوي اكبر وراح اختار لون اسود، شوفوا كيف يسهل لكم جدا جدا جدا. غير اني انا راح اسوي مجموعة جديدة راح تعجبكم باذن الله، اللي هي مجموعة الشعر. انت تقدرون تركبون الشعر تسريحات، عدة تسريحات اوكي وكذا راح نشيلها، نسوي زوم، راح اسوي زوم، وراح اركب الشعر. ممكن هنا تسوين زي التعديل بسيط، تسحبونها هنا وبس كذا يكون
تكون الرسمة جاهزة؟ راح نحذف هذه الزوائد حق الراس والأشياء اللي ما راح تكون واضحة بسبة وجود الشعر، وكذا حابين من هنا تعدلون راح تعدلون. وبس هذا كان كل شيء لليوم، إن شاء الله أن يكون الدرس واضح وسهل لكم. فرش الشعر راح تنزل قريبا، يعني احنا الحين قاعدين نشتغل عليها، والموقع كمان قاعد يشتغل عليها عشان ينزلها ويخليها لكم بطريقة سهلة جدا. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة.